اسم التجربه التنافر المغناطيسي الهدف من التجربه استنتاج مفهوم قوى التنافر المغناطيسيه عناصر الامن والسلامه الخاصه بالتجربه الحذر عند التعامل مع الادوات ادوات التجربه قلم قرصان مغناطيسيان خطوات اجراء التجربه نحمل القلم راسيا ندخل القرصين المغناطيسيين في قلم الرصاص بحيث تكون الاقطاب المتشابهه متقابله فنلاحظ تنافر القرصين المغناطيسيين وطوفانهما النتائج ستؤثر قوه التنافر بين القطبين المتشابهين كقوه في اتجاهين متعاكسين ويطفو المغناطيس العلوي في الموقع الذي تكون فيه القوتان في حاله اتزان تعتمد الفجوه بين القرصين على قوه الجاذبيه وقوه المغانط